لكن انا كلامي للمهندس خالد عبد العزيز المحترم اللي احنا في رئاسه الجمهوريه، يعني معلومه على الاقل اقولها لحضرتك، واكيد حضرتك عارف اكتر مني، اللي رئاسه الجمهوريه الاخيره كانت يومين، بعد كده خلوها ثلاثه عشان الجو كان شديد الحراره وكان المشاركه كانت اقل، فمحتاجين مشاركه كبيره. هي دي الديمقراطيه، وهو ده العدد لما بيبقى كبير يبقى دي مشاركه حقيقيه. فمن هنا بنقول لحضرتك بناخدها من المنظور ده ونفكر فيها مع بعض، نفكر فيها العدد يبقى كبير، اللي المشاركه تبقى كبيره والعدد يبقى موجود، مش 12 بقى و1500، العدد يبقى 20 30 ألف. هيحسب لحضرتك في عهدك اللي الكلام ده حصل، فاتمنى الرساله بتاعتنا توصل لحضرتك. اما اللجنه الاولمبيه، حضرتك معين، اتكلمنا مع حضرتك كتير جدا جدا، انا بخاطب اللجنه الاولمبيه هنا، حضرتك معين، لكن انا هتكلم، اسمحوا لي لثواني، انا ما بحبش المناصب ولا الكراسي، انا لمده دقيقه هحط نفسي على كرسي مجلس الاداره، انا جاي منتخب، وحضراتكم تعلموا اكتر مني الظروف اللي خلت النغمه تتقال معين، جاي منتخب وباكتساح، فلما اكون جاي منتخب وباكتساح من حقي انا اللي احط لائحتي، مش المعين بقى. ارجعوا لكلامي وشوفوني بتكلم صح ولا غلط. هتعرفوا اللي احنا في النادي الاهلي فكره الوصايه غير مقبوله، وفكره الاعلامي كل شويه يطلع علينا السوس والتوت ووش القفص وبطن القفص، ده اعلام مش محايد، اعلام موجه، اعلام ما بيعرفش النهارده مع مين وبكره يبقى مع مين وبعد بكره مع مين وبكره مش موجود، وبيستنى اللحظه اللي مين الطرف اللي ليه الافضليه يقف جنبه. مش بنعمل كده ولا هنعمل كده، والدعاء اللي انت فاهم اكتر من اي حد غير مقبول، غير مقبول، غير مقبول. وزي هرجع اقول لكم الجمله اللي احنا قلناها من شويه، احنا نشتغل ولم ورانا، اي حد يعترض علينا يبقى اول واحد قاعد على الكرسي في الاعلام او تدخل، يبقى موجود على التليفونات. هو ده السوس بعينه، هو ده المرض، السرطان اللي جوه الجسم وعايش جوه المخ، مش عايز يروح، ما بيتعلمش من اخطائه بجد، هو ده السرطان. عايزين تصدقوني، كانت اللجنه الاولمبيه ماسكه، مش انا بقى فاكر تاريخه وبذاكر وبنتفرج على كل الناس، على كل الناس عشان نتعلم. فهرجع اقول في يوم من الايام انا شفت هجوم شرس على اللجنه الاولمبيه، وازاي التعنت ضد مش عارف العاب القوه والمدرب ويجيبوا العناصر. في النهارده اللجنه الاولمبيه دي زي الفل وجمال وحلوين ومش عارف، مفيش خط واحد، ومفيش حاجه اسمها محايده، ومفيش حاجه اسمها ما بحبش كله على كله، دي بتاعت اللي بيغنيها عدويه، عارفين كله على كله، فما بنحبش. لا تعالى بقى احنا نقول لك احنا ما بتوع اللاين واحد وخط واحد واحترام وخوف على نادينا، وملناش مصلحه، ملناش مصلحه. فمن هنا اللجنه الاولمبيه، المجلس اللي هو جاي ونجح باكتساح، انتوا تعلموا الظروف كلها وايه اللي حصل فيها اكتر مني، هو اللي من حقه يحط لائحته، وجاي النهارده بيحاول يوجد لك حلول يساعدك، لكن انت مصمم اللي هي تبقى لائحه ملزمه مش استرشاديه، مش شغلتك اللي تحط لوائح، والقانون الدولي قال كده، واللوائح الدوليه كلها قالت كده، ميثاق الاولمبي قال كده، حاجه غريبه جدا 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 بصراحه. فالنهارده بوجد لك حلول عشان العوامل والمساحه بتلعب على الوقت مع النادي الاهلي، وبتلعب على الزمن، وبتلعب على المساحه، لان 12500 ان شاء الله، ان شاء الله انا براهن على اعضاء الجمعيه العموميه المحترمه للنادي الاهلي، ان شاء الله اقل من 20 25 ألف ان شاء الله هيحضروا. عارفين ليه؟ لان انا عارف متربي وسطهم، وعارف اللي هم ما بيقبلوش لحد يتدخل جوه النادي الاهلي،
وايه سبب التدخل؟ ما تقولوا لنا وتجيبوه على بلاطه كده. بوجد لك حلول، اقول لك على يومين. فتروح جاي جواب الصبح، طياره الصبح جواب. الكلام ده في ناس قالت لك برفع الايد، ما سمعناكش اتحركت.